سريع، خلينا نحل الاكسرسايز. هذه عملنا ماشي. طبعا هو مجهز كل حاجة، مجهز ال Y ومجهز ال X، تمام؟ لأنه هذه الشغلات أنت تعلمت عليها في تمرين سابق، فبالتالي هو مريحك منها، تمام؟ تمام، فهنا عمل هيو فيت، هيو ترين اكس وترين واي، تمام، وطلعت انا عندي 29000. هيو بحكي لي انه السيت اب كومبليت. هذا الديفولت باراميتر اللي هو الماكس ليف نود، هيو حسب له الايرور. الان هي الداله هذه معرف لي اياها وجاهزه، ببرر الماكس ليف نود، تمام، والتريننج داتا، وبرجع بحسب الايرور اللي هو مين ابسوليوت ايرور وبرجعه. بالمناسبه لما اتعلم سطر زي هيك، شايف كيف صار شكل البلاي؟ بشغل لك بس السطر المحدد. لو انت بدك بدك تعمل ديباج، بشغل لك السطر المحدد هذا بس، تمام؟ فعشان هيك انه يعني في كثير انه منكم انه بصير معاه ايرور وهو بفكر انه لا، طلع هذه زي هيك المؤشر، شغل ثاني، بتكون الامور تمام. الان الماكس ليف نود المطلوبه اللي هي 5 25 50 100 250 لغايه ال 500، تمام، وبدنا نحسب المينيموم. طبعا احنا هذا الكلام عملناه في لوب بحيث انه هو يحسبه بشكل اوتوماتيك، تمام. هيو البيست اندكس بتساوي 0، وهنا فور اي ان رينج الاي لغايه اللين تبعت الماكس كانديديت نود. بدل ما انت تعمل هذا الاشي هارد كودد، اوتوماتيكلي بحدد الاندكس تبع الماكس ليف نود اللي بتجيب احسن نتيجه. هنا بحسب الايرور جيت مين ابسوليوت ايرور، بدي له الماكس ليف نود اوف الاي، بحكي اذا كان الايرور هذا اللي تبع الماكس ليف نود هذه اقل من المينيموم، بخليه هو المينيموم وبحط البيست اندكس بيساوي الاي. فبالتالي البيست تري سايز ايش بيساوي؟ الكانديديت ماكس ليف نود اوف البيست اندكس هذا اللي انا يعني عرفته هنا، وبروح بطبع هذا الكلام وبعمل تشيك، تمام. طبعا هنا هذا الكلام في طريقه ثانيه، ايش استخدمت؟ ديكشنري. ايش حطيت الكي؟ الماكس ليف نود، والفاليو الايرور بالضبط، تمام. يبقى هنا رحت عملت اضافه بالماكس ليف نود والايرور. بعديها كيف بدي اجيب المينيموم؟ المينيموم ايرور، بقلب الكي فاليو والفاليو كي وبعمل سورت، تمام، وبروح بجيب اول عنصر برجع لي تابل، بروح بجيب ثاني واحد الكي. اوضحها اكثر، اكتبها ستيب باي ستيب ولا واضحه؟ تمام. وهنا اعمل تشيك للبيست للانسر هذه، انا هي كررت الكود هنا مره ثانيه، بعمل لي انه كوريكت، تمام. الان fit your model using all data، هيو هو حكي لك. الان احنا عملنا ايفالويت للموديل، بناء احنا قسمنا البيانات للترين وللتست، وعرفنا قديش وضعية الاكيورسي او الدقة تبعت الموديل هذا، وقديش مقدار الايرور فيه، وعرفنا ايش البيست باراميتر تبعه. ليش انا الان بعمل ترين على كل البيانات، او بعمل ريترين على كل الداتا سيت؟ لانه في المشين ليرنينج انه احنا بنحب نستغل البيانات انا عندي اقصى ما يمكن. فبالتالي ما دام عرفت البيست باراميتر وعرفت الايرور تبع هذا الموديل، خلص بعمل ريترين كمان مرة باستخدام الفول داتا، تمام. الان هذا الموديل لو احنا قارناه، نقارن النتائج بالموديل الاول اللي هو طلع انا عندي 29000، بلاقي انه الماكس ليف نود، ايوه، من
المين مين ابسوليوت ايرور 27000 والبيست تري سايز 100 تمام. وهنا ممكن تعمل تونينج اكثر انه هذا الكلام انه احنا نعيده بين ال 152 ممكن 154 بيعملوا في سيل جديده هنا. وخلينا بنظام الديكشنري ناخذ هاي اي كود جديد وهنا هذه بدي افصلها في سيل مختلفة عشان انت تشوف بعينك انه ايش الماكس ليف نود. شايف؟ حكيت له انه ابدالي من 5 لغاية 500 ممكن احط له هنا الستيب 10 هيك بتقل شوي 5 10 15 5 15 25 زي تمام لغايه ال 500. هذه انا ما بديش اياها. وهنا خليني انه هذه اعملها في سيل مختلفه مع استدعاء الدالة. هاي استدعاء الدالة تمام. وهنا بنعمل print للديكشنري. ايش انت عندك الكي 5 طلع عندك الايرور هالقد 15 الايرور هالقد. طب بدنا نجيب المينيموم شوف معايا لنعمل لك سمبليفاي للكود اكثر. ار حولته لليست. ليش حولته لليست؟ لانه انا لما اقلب الكي والفاليو احتمال يكون في عندك اكثر من انتري له نفس الفاليو والديكشنري ما بيقبل التكرار فبالتالي حولته لليست تمام. كيف حولته لليست؟ يبقى هنا عملت ليست اوف تابلز فاليو كي فور كي في ان الديكشنري دوت ايتمز تمام. بعديها بروح بعمل سورت لهذا الديكشنري. وطبع لي ايوه طبع لي جاب لي اقل واحد 65000. احنا قديش قلنا البست طلع لي اياه هنا 100 في لا اقل من ال 100 هنا 27282 هنا قديش 27044 في اقل منها. بعديها بيجي ال 75 بعديها ال 105 ال 100 اكزاكت لا مش هي المينيموم ايرور. فبالتالي هذا ال 5 تونينج مع 5 ستيبس للماكس ليف نود جربت 15 20 25 الى اخره تمام. فالان انا بديش هدول كلهم. ايش بدي؟ أول عنصر أوف الزيرو. ها
هذا عبارة عن كي وفاليو، صح؟ بدي الفاليو، عفوا بدي الماكس ليف نود، يبقى البيست تري سايز هو عبارة عن 65، والماكس ليف نود انه يكون 65. او ممكن انه انت تعمل فورمات برنت يعني بهذا الشكل، انه البيست ماكس ليف نود بتساوي with error بتساوي، وهنا حطت format، لا يا حط هنا الاف هنا، تمام، وهذه في الزيرو واحد، وهذا نفس هذا الكلام زيرو زيرو. تمام يا شباب، يبقى في كل الاحوال احسن لما انت تحدد الباراميتر هذا، احسن ما انه انت تستخدم الديفولت انه يكون انليميتد عشان تتجنب الاوفر فيتنج. لا، هذا الشغل انا عملته اضافي، هو طالب تونينج على حسب هذا الرينج. تمام، انا اللي عملته انه صحيح بس هاي الشغله انه يو بيلد يور موديل وانس، يعني انت بتبني الموديل تبعك مره واحده، وصلت لافضل موديل ما فيش داعي انه انت هذه اللوبس انه انت تعيد تشغيلها بالضبط. بين ال 100 وال 250 اول ليست التغيير هو اه 25 50 100 250، مش بالضروره ممكن انه ينزل ويرجع بالضبط، عشان هيك انه خليني اعمل لك انه هنا في عندكم استعداد تستنوا؟ انا هيجل، انا اعتبرت انه بين ال 100 وال 250. طيب بدي اياك تعمل بلوت للديكشنري هذه تبعي المره الجايه. هتلاقيه مش هتعمله؟ تمام، يعطيكم العافية.